بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس العاشر ببرنامج الفوتوشوب. اليوم رح ناخذ مشروع صغير، هو عبارة عن رح نعمل غلاف لمجلة أو غلاف كتاب، بس رح نتعلم فيه طرق تحديد جديدة، أو هي طريقة واحدة جديدة للتحديد. هو طريقة التحديد عن طريق القناع أو طريقة الماسك. في عنا أنواع من الأقنعة، قناع تحديد وقناع الطبقات. اليوم رح نعرف شو الفرق بيناتهم وكيف نتعامل معهم، ورح نعمل غلاف صغير لمجلة أو غلاف كتاب نفس الشيء بطريقة مميزة إن شاء الله. نشوف شو رح نساوي اليوم. أول شيء رح نحكي على القناع، قناع التحديد Edit and Quick Mask Mode. أنا رح أكبس عليه، ما صار شيء اكيد، بس ليكو انا هو مضغوط. هلا هي بتتعامل معي، بس انا اضغط هاي القصة. انا بتعامل بالفرشاية، يعني انا بصير طريقة التحديد تبعي مو من عن طريق ادوات تحديد، بس بعتمد على الفرشاية لاني بدي احدد. تاخذ لونين، ابيض واسود. الاسود يعني اني عم حدد، والابيض يعني ما عم حدد، او الاسود هو اللي ما بدي احدده. هلا انا حطيت فرشاية، هلا بس امشي رح يطلع لي لون احمر، فكل شيء احمر هذا اللي انا عم باخده. عفوا، كل شيء احمر اللي انا ما عم باخده. انا رح احدد هلا، ما بتفرق معي. لا انا بدي بوزة، هذا بوزة، بدي اياه مثل ما هو، ما بتفرق معي. يا بحدد بوزة يا بحدد اللي حواليه، ما مشكلة. بالاخير انا فيني اعكس تحديد مباشرة، يعني حددت اي شكل بدي اياه، حددت اللي حواليه، فيني اعكس تحديد واخذ بوذا. حددت بوذا، خلص انا هيك حددته، فرح حدد هلا رح امشي باللون الاحمر على بوذا. صح، عمل هاردنس، علي الهاردنس شوي مشان ما يطلع. شايفين كيف بلشنا؟ ها بدي يكون دقيق كتير بالحركة. عادي اذا طلعنا لبرا بنرجع من ايمون بنمحيهم بالابيض باللون، يعني بس اقلب الالوان عندي بالفرشاية للابيض، برجع بشيل اللي طلع لبرا. انا طبعا فيني صح عم بشتغل بادوات بهي الاداة، بس فيني اضيف معها ادوات التحديد، يعني فيني استخدم ادوات التحديد، فيني استخدم كل الادوات مع بعضهم. هاي الطريقة اللي عم حدد فيها مرنة، احيانا برسم تحديدات على كيفي، اشكال اللي بدي اياها، خصوصي اذا صرت انا بالرسم بالفرشاية عم اشتغل 100% وبعرف اتحرك كتير منيح بالفرشاية، ف بقدر ارسم التحديد اللي بدي اياه، ساوي منه اشكال اللي بدي اياها. هلا هون مثلا بجي زوم، شايفين شلون هون طلع لبرا؟ انا بقلب اللونين للابيض، بصغر الفرشاية شوي، بكبر، بشتغل تحديد نظيف. هلا بصراحة حاليا ما حقدر اشتغل تحديد نظيف عشان الوقت، بس قدر الامكان رح ننظفه. في عندي كبسة سريعة لتغيير الألوان، هاي شايفينها هون عم بكبسها، السهمين تبع اللي عم بدل فيها اللون. في عندي الإكس، الإكس ببدل الألوان بسرعة، يعني مثلا هون طلعت شلت شوي، فيني أرجع أحط أسود، أعكس الألوان، أخذ أرجع أعكس هون، أخذ لهون. شايفين؟ اي هون، ها اي هون بشيله، هون بحط.
انا هيك بهالطريقة بكون عم بعمل تحديد على كيفي، وهي الطريقة ممكن تستخدموها كتير على فكرة. اللي بيشتغل بالتحديد وبده يتقن التحديد اذا اشتغل فيها كتير ممتازة هي الطريقة. بدها شغل، بدها تدريب كتير، بس ما لها صعبة. هلا رح اعتبر انه هيك انا حددت كل شي يعني، وانه على اساس تحديد نضيف 100%. تحديد النظيف كيف بدي اشوفه؟ بدي اعرفه حتى اشوفه. هاي المنطقة بزوم فيها قد ما بدي، هون هون ما لازم يكون في تحديد، هون تحت الحلقة شيله، شايفين؟ هلا انا حفظت معالم الصورة مشان هيك عرفان ما بشتغل، شايفين هيك؟ مثلا انا هي الشقفة من تحت من هون ما حددتها، اذا بقل انا فيني اخذ ادوات تحديد. هلا شلون بدي اشوف مثلا شلون صار تحديدي؟ برجع بكبس على نفس الاداة، شايفين كيف التحديد؟ هلا انا كل شيء حطيته بالاسود اللي هو لونه احمر ما تحدد، اللي تحدد هو الخلفية اللي ورا. هذا اللي مو مشكلة، هذا بنعكس التحديد بيمشي الحال. هلا هاي المنطقة ما تحددت، فيني استخدم ادوات التحديد وحددها عادي. بالعكس من هون مثلا بدي ارجع، فيني ارجع كمان مرة تانية حط القناع واخذ الالوان. اخذ فرشاية عفوا، شيل من هون. حدد هون، ارجع حدد هون. شيل من هون. بدها صبر، ما زبط معنا من أول مرة، بنرجع بنعيد من مرة تانية وثالثة ورابعة لحتى يزبط معنا ونصير نتقنه لهذا التحديد، لأنه حلو التحديد هذا. شوف هيك تمام هون. رح اعتبر حالي انه انا هلا هيك حددته تمام، كل شيء تمام. رح شيل ايدي، رح شيل التحديد اتفرج عليه. رح احط اي اداة تحديد فيني اعمل عليه اي شيء، ريفاين ايدج، اي شيء اللي بدي اياه. رح اول شيء رح اعكس التحديد لانه انا بدي بوزه، بدي بس بوزه بس، يعني من هون مبين كثير انه مضروب التحديد، سامحوني بدي ارجع اعيد ظبطها. هذا المكان هلا برجيكم صورة كيف التحديد بيكون نظيف لنفسه. هذا بوزة وتحدثته أول مرة، طبعا بياكل وقت شوي. إذا بدي أطلع تحديد نظيف 100% بدي أشتغل عليه بكل، يعني بدي أشتغل عليه وأعطيه حقه بالوقت بالتحديد وكل شيء.
حط ريفاين ايدج. قلت لكم بدي اول شيء عكس تحديد. عكس التحديد من قائمة سيلكت انفيرس، او اختصارها هي كنترول شيفت كنترول شيفت اي. تمام، هلا انا عكست التحديد، صار التحديد على بوثة بس. بيجي رح اعمل ريفاين ايدج، اعمل له تنعيم. او ليكم من هون كيف ما فيني، بدي ارجع عيمه. قبل الريفاين ايدج انا ما فيني ما صار يظبط التحديد شوي، يعني قدر الامكان قد ما كان خربان، بس لازم يكون شوي ظابط يعني على الاقل. هلا رح اعمل ريفاين ايدج، رح اعمل سموث، شوية فيذر، احط اوكي. هلا رح اجي احكي شغلة جديدة، رح اخذ صفحة جديدة رح احكي فيها عن هذا القناع. اول شي رح اعمل تحديد معين، رح اعمل شي معين. مثلا عملت هذا الشيء، لحدد منطقة من المناطق. هلا المنطقة اللي انا محددها رح تضل، والمنطقة اللي مالي محددها رح تروح. كيف هذا الحكي رح يصير؟ في عندي قناع هون اسمه قناع الطبقات، اد لاير ماسك. هذا اللاير ماسك شغلته انه انا ما امحي التحديد، ما امحي اللي ما بدي، الجزء اللي ما بدي اياه. شغلته انه يخفي لي الجزء اللي ماله محدد بدون ما امحي، يعني بدون ما اضطر اني امحي. يعني رح تضل الطبقه عندي موجوده كلها ما لها ممحيه، ولكن الجزء اللي ماله محدد مخفي. رح اكبس وارجيكم كيف. شايفين كيف جزء؟ هلا الطبقه موجوده كلها، بس انا اللي حددت الشقفه هي وضلت الشقفه هي. نتفرج كيف. اسمها اد لاير ماسك. التحديد اللي عندي لكورتسم هون، اذا بتفرج على الطبقات لك الصوره مثل ما هي. اذا بتفرج على الطبقات، لانه الصورة الموجودة عندي بالصور هون الطبقة لازم تكون موجودة. الصورة مثل ما هي ما تغيرت، ولكن التحديد اللي انا رسمته ليكو محطوط حواليه اسود وهو ابيض. كل شيء هون حواليه ابيض معناته هو اللي مبين، وحواليه اسود هو كل شيء ابيض هو اللي مبين، وحواليه اسود هو المخفي. فهو اخفالي الجزء اللي انا مالي محدده من الصورة. وهذا الشيء اللي رح اساويه هلا بيبوذا، انه انا ما بدي امحي امحي الخلفية، ولكن رح اخفيها كمان. يعني طريقة الخفي كتير ممتازة، مشان اذا كنت مخربط قبل ما يعني بشي فيني ارجع بس شيل الاخفاء، ظبط التحديد وارجع اعمل اخفاء مرة تانية. شايفين كيف اخفيتها؟ طبعا لانه عندي طبقات تحتها رح اشيلهم. بما انه اخفيتها فهو ليك شو صار، ارتسم بوذا مرة تانية اللي انا التحديد اللي عامله باللون الابيض، فهو اللي رح يبين، وكل شي بالاسود رح يختفي. هذا هو اللي ساوينا. طيب بما انه هاي الاداة عم تتعامل كل هاي الادوات، اللاير ماسك اللي من هون، الاد لاير ماسك من هون ابيض واسود، وحتى التحديد عن طريق القناع الماسك سيلكت كويك سيلكت ماسك، فهو عم يتعامل كمان مع اللونين الابيض والاسود اللي انا بالاساس اخذتهم من الفرشاية. فمعناته انا تحكمي بس بدي احط بهذا اللون ابيض اسود ابيض اسود. تمام، فرح اخفي هلا الطبقه تبعيتي شوي اللي انا كنت عم اشتغل عليها، بس عباره عن شيل العين اللي من هون بقوم تختفي. هي موجوده رح تكون، رح طلع هذا اللون، هاي الطبقه وهي الطبقه ما مشكله. هلا المهم انا اخفيت الطبقه اللي عندي. رح اجي احط ايدي على انه اكبس على طبقه الرايتنج. الرايتنج هي اللي مكتوب فيها بالياباني بشكل طولي. رح اعمل عليها لاير ماسك. شايفين كلها بيضة معناتها كلها مبينة. رح اجي اعمل
تدرج، انا مو عم بعمل غلاف، فانا بدي اعمل موديل تدرج من الابيض للاسود. التدرج رح يكون بشكل عرضي مو دائري او هذا، واجي اعمل هيك او لح هيك بس كموديل يعني. اعطينا تمام، هاي الشغلة اللي بدنا نعملها هون. ثالث شي رح اعمل انا، اجي على طبقة ال هاي الطبقة كمان رح اخفيها، ما عاد بدي اياها حاليا. هلا هي بس بس ترجع مثل ما هي، ها شايفين كيف بترجع، بترجع طبيعي ما عندي مشكلة. هلا بدي اخفي طبقة الجريدن، الجاردن عفوا، الحديقة رح اخفيها شوي، بيطلع عندي هالشباك هاد. هلا انا شو الفكرة اللي بدي اساويها؟ بدي اساوي هالشباك على اساس انه هذا الشباك عم بيطلع على هاي الحديقة. كيف بدي اساويها؟ طريقة من الطرق يعني اللي بدي احط ارجيكم اياها. هلا في اكثر من طريقة، انه بمحي الجاردن بحيث انه يجي على حواف هذا الشباك، فيني قص الازرق بالشباك، فيني اساوي اللي بدي اياه. هلا شوف شو رح اساوي انا، رح اعمل تحديد للازرق، للون الازرق اللي هو اللي على اساس لازم شوف من خلاله بالكويك سيلكت. رح ظبط تحديد شوي، بزوم شوف انا، شوف في عندي نقص، شوف في عندي قطع. شايفين من هون كيف في لسه زرق شوي، برجع بضمه للتحديد تبعي. هذا مطعج شوي بجلسه، بس الشي هاد شايفين كيف؟ يعني بحاول اظبط تحديدي قدر الامكان انه يكون ممتاز. دربوا كتير على التحديد لانه نص الفوتوشوب بالتحديد، او يعني فوتوشوب بلا تحديد ما في فوتوشوب. تمام، انا حددت هاللون الشبابيك. هلا الفكرة اللي رح اساويها انا، مو نحن قلنا كل شي محدد رح يضل وكل شي ماله محدد رح يروح؟ طب انا حددت الازرق عشان ما ارجع اعكس التحديد وخلي هاي الشقف وشيل الازرق. رح اعمل شغلة جديدة، انا رح اظهر طبقة الجاردن. شايفين لك التحديد لساته موجود، فهو اخذ كمان على طبقة الجاردن، كبست عليها. رح اعمل على طبقة الجاردن لاير ماسك. تمام، هلا قبل ما اعمل لاير ماسك، شايفين كيف بما اني اشتغلت انا ونسيت اعمل خطوه، فهو فيني ارجع شيلها، بس انا بسحبها مثل ما هي على الزباله. بيقول لي هل تريد تطبيق الماسك عليها ومحيه ولا بدك تشيله مباشره؟ انا رح اقول له لا ما بدي اياه، ديليت. رح ارجع لهون خطوه خطوات لهون، اخفي هاي الطبقة شوي، بعمل بس بدي اعمل ريفاين ايدج شوي عشان تطلع عندي ناعمة. او هون بدي اعمل تحديد هذا، ازبط ريفاين ايدج.
شوية فيزر، وهي اوكي، وبرجع نفس المرحلة اللي عملتها. تمام، اجي اعمل شغلة تانية. انا اتفرجوا شلون هون، في عندي لك بكبس هون بيطلع هيك حواليه اطار، بكبس هون بيطلع حواليه اطار. فانا وين عم اشتغل؟ بدي ارجع اشتغل على الطبقة او الصورة نفسها، فلح اعمل عليها تغبيش على اساس انه انا مبين اللي قدام بلور، انه هذا بلور. كيف بعمل عليها تغبيش؟ من فلتر بيجي على البلور، بعمل جيسون بلور، حاول تغبيش خفيف كتير مشان انه على اساس انه في بلور بالموضوع. هيك ممتاز. حارجع اظهر هدلون الطبقتين، هاي طلع عندي هون كل شي هيك. هلا خلصت الصورة اللي بدي اياها، بدي انقلها على صورة تانية على خلفية بيضاء بحجم معين او حجم غلاف الصفحة اللي عندي. ادج الغلاف مثلا، اعطوني ابعاد للمجلة، طول كذا بعرض كذا. فرح انقل هاي الصورة لهني. كيف بدي انقله؟ كيف بدي انقل كل الطبقات؟ كيف بدي انقل كل شي مع بعض؟ اول شي رح شد هاي الطبق، هاي الصفحة لبرا، خلي اياها برا. حرجع لهي، بحدد الطبقات كلهم. حددت اول طبقة، عشان احددهم كلهم مباشرة بكبس شيفت، بحدد اخر طبقة. بيجي بسحب، بمسكهم من الطبقات بسحبهم لهون للصورة الجديدة اللي عندي. بكبس شيفت، مشان اذا شيفت، نحن قلنا دائما شيفت هي انه بتحافظ على ابعاد الصورة. فاذا كبست شيفت تحت يجوا هدلون كل شيء نسخته انا بالنص. ارجع اكبر عشان ضل ما يتبين. هاي الصورة لكو شلون محددين مع بعضهم، نزلها شوي لتحت هيك. هلا انا بدي ضيف شغلات من عندي كمان موجودة عندي. رح ضيف ورقة من فوق مثلا اللي هي موجودة عندي، هاي الورقة. شلون بدي احددها لهي الورقة؟ رح احدد الابيض وارجع اعكس تحديد واخذ هاي بأداة تحديد ماجنتيك. تمام، شايفين كيف تحدد؟ كنترول شيفت اي عكست التحديد، رحت شوي على ريفاين ايدج لشوف شو الوضع تبعه. بعمل شوية سموث، بعمل شوية فيذر، اعمل انقاص بحسنين ثلاثة عشان اضمن انه نضيف 100%. مسكناها وسحبناها للصورة اللي عندي. هلا بتقولوا ليش هي سحبتها هيك وهديك سحبت الطبقات؟ لا، هاي سحبتها هيك لانه طبقة واحدة، متى ما سحبتها بيمشي الحال. هديك بما انه عدة طبقات عشان ما اقعد اسحبهم واحدة واحدة، خلص سحبتهم هيك مباشرة. لحطها هيك، ارجع انسخ هاي الطبقة مرة ثانية. نتذكر كيف كنا ننسخ، يا اما نمسكها ونشدها لهون، يا اما كنترول جي ليكون تسخط الطبقة فوق بعض. رح انزلها شوي، رح اعمل كنترول تي عشان نطلع تحرير تبع الطبقة. بدي اقلبها بالعكس، رح اعمل فليب فيرتيكال تنقلب. ارجع انزلها لتحت، رح ارجع انزل صورتي شوي لتحت انا اللي كانوا عندي. بدي اصغر المسافة التحتانية لانه كبر شوي الفوقانية كمان بده. هيك تمام. هلا لحتى ارجيكم مثال انا عامله قبل، شوف الالوان اللي حاططها. عامل هاي الصورة
حطهم انا فوشي، كيف بدي اغير الوانهم؟ بيجي لهون بختار الطبقة اللي بدي اياها، في عندي كبسة اللي هي كنترول يو، او في بتتذكر كلر بالانس كذا، كنترول يو. الكنترول يو هي اللي بتغير لي الوان مع الحفاظ على المعالم. يعني انا مو بجي بحط مثلا هون فوقه لون مباشره لك، وهي النقط مثلا الحلوه اللي هون موجوده انه هي ورقه معينه، انا اذا حطيت لون قتلت الصوره. فالكنترول يو او اللي هي هيو اند ساتوريشن، هيو اند ساتوريشن طلع لي هاي. انا بغير الالوان اللي بدي اياها، ليك هون لحط كلورايز، لانه هون هو كان بالوسط بالمنتصف ولونه اصفر، فاللون اللي موجود عندي شو هو ازرق. انا متى ما احط كلورايز رح ارجع لنسبه الالوان اللي انا بشوفها قدامي مشان ما خربت، ولحط اللون نهدي. واللي فوق نفس الشيء، او رح امحي اللي فوق وارجع انسخ اللي تحت. لا رح امحي اللي تحت وارجع انسخها مره ثانيه، مع انه ساويت لونه وخلصت قبل كمان. كنترول جي نسخت الطبقة بالكنترول جي، كنترول تي عشان نعمل تحديد، فيليب فيرتيكال حطيناها كيف بدنا. هلا بدنا نكتب مثلا اسم هالمجلة. هلا انا شو كاتب من قبل؟ زين جاردن، زين جاردن. رح ارجع اكتب نفس الكلمة بأداة التكست. هلا رح اكتب ورح اعمل كمان شغله جديده على الكتابه، او هي مو جديده، اخذناها الدرس اخذناها من الدروس بدرس ماضي، انه الكتابه نفسها بدي احط فوقها بدل ما احط لها الوان وكل شيء وهيك، رح احط فوقها كمان شايفينها هذا اللي اخذناه، الورقه هي البيبر اللي فوق حطيناها سويناها فوشي، رح احطها هي سمه عامه للكتابه. هلا بنشوف كيف رح اكتب. كبر الخط بس شوي لحتى نشوفه زين. جاردن نظبطها على كيفنا، فينا نغير خطوط على كيفنا، مثلا هذا ظريف. خلص هنا هيك وعجبتني، حطيت مش الحال. رح احط لها هلا كبستين من هون، دروب شادو شوية ظل، بس شوية ظل اللي بدي احطه. هلا رح اعمل على اني رح اجيب هاي البيبر مرة تانية احطها فوق الكتابة واكبس. هل نرجع على عند الطبقات بين الطبقتين بيطلع لي هذا السهم، بكبس الت وبحط ايدي بين الطبقتين بيطلع لي هذا السهم، بكبس عليه بتقوم تتضمن الخلفيه الفوقانيه بقلب الكتابه اللي عندي. بدي اكتب كمان تحت مثلا مؤلف الكتاب كذا، نكتب فوتوشوب. رح نصغر الخط كتير
شيل سمة البلود بلوت، خليه رفيع. كمان رح اعطيه، طيب انا رح اعطيه نفس التأثيرات اللي فوق اللي عملتها الافكتس، عبارة عن بكبس الت بمسك الاف اكس وبسحبها لفوق بتقوم تنتسخ. ليش كبست الت؟ لانه اذا بس بمسكها وبسحبها بحطها فوق تنتقل نقل، الت لحتى ينسخها هون. هيك سويت غلاف لمجلة او غلاف لكتاب معين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتذكر اخر شيء انه التحديد عن طريق الماسك من هون، الكويك ماسك سيلكت من هون، او الماسك تبع اللاير تعتمد مع الابيض والاسود، اما ابيض بيمحي او اسود بيخلي او بالعكس حسب شو النظام اللي عم نشتغل فيه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، حاولوا تدربوا منيح وان شاء الله كل اموركم تصير تمام. السلام عليكم.